بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصفة لتبييض الأظافر، تقويتها وتطويل الأظافر وإعطاء اللمعة للأظافر. طلبتموها مني كثيرا، رايحين نعملها مع بعض اليوم إن شاء الله. مكوناتها عبارة عن أي نوع معجون أسنان متوفر عندك في البيت. معجون أسنان نحتاج لملعقة شاي صغيرة، نحتاج كذلك لنفس مقدار الملعقة من عصير الليمون، نحتاج لماء دافئ، ونحتاج لملعقة شاي من بيكربونات الصوديوم، بيكربونات الصودا أو صودا الخبز، ونحتاج لزيت جوجوبا. راح أعطيكم البديل بعدين. نحتاج لشرائح ليمون. طريقة عمل هذا المبيض والمقوي والمطول للأظافر: أولا نأخذ ملعقة من معجون قلت الأسنان المتوفر عندك في البيت، ونضيف عليها ملعقة شاي من عصير الليمون بهذا الشكل ونخلط. نخلط معجون الأسنان مع قلت عصير الليمون بكميات متساوية، هذا الشكل. بهذا الشكل، ثم تاخذي فرشاة أسنان عندك وتغمسي الفرشاة في هذا الخليط، وتقومي بعملية فرك أظافرك بهذا الشكل بطريقة خفيفة حتى لا تخدشي الجلد الموجود حوالي أظافرك. بهذه الطريقة نظف الأظافر لمدة 3 دقائق بهذا الشكل. عصير الليمون معروف أنه مبيض ومقوي للأظافر. بهذه الطريقة نغسل الأظافر جيدا لمدة 3 دقائق. هذه الطريقة قومي بعملها مرة واحدة فقط في الأسبوع، راح تكون كافية. وإذا كان عندك اصفرار شديد الأظافر يمكن عملها مرتين في الأسبوع. طبعا تحتفظي بباقي الخليط في الثلاجة وتستخدميه بشكل عادي. قلت هذه الطريقة تستخدم مرة واحدة فقط في الأسبوع لتبييض الأظافر وإزالة الإصفرار عنها. رايحين تجربوها وتعطوني النتيجة. بعد مرور 3 دقائق نأخذ الماء الدافئ بهذا الشكل، ماء دافئ، ونضع عليه ملعقة شاي صغيرة، نصف ملعقة شاي صغيرة من صودا الخبز، ونخلط مع بعض هكذا. ثم نقوم بعملية شطف للأظافر، نشطف الأظافر بهذا الشكل. راح نلحظ البياض
على الأظافر. بالنسبة عفوا لطريقة تطويل الأظافر، زيت جوجوبا، عفوا ناخذ ملعقتا طعام من زيت الجوجوبا، 2 ملاعق طعام كبيرة. نقطع في هذا الزيت حوالي شريحة، يعني شريحة ليمون بهذا الشكل، ونتركها تنقع ليلة كاملة. زيت الجوجوبا فعال لتطويل الأظافر في زمن قياسي. بعد الأسبوع رايحة تلاحظي أظافرك طويلة تطول، ولكن مع نظام غذائي، يعني تناول الحليب ومشتقاته، الأجبان، الزبادي، شرب اللبن، يعني الحليب، يعني الحليب ومشتقاته، يعني الأغذية اللي فيها نسبة كالسيوم عالية. بعد ما نقوم بنقع زيت الجوجوبا في الليمون، إذا كان غير متوفر عندكم زيت الجوجوبا وقلت فعال لتطويل الأظافر في زمن قياسي ويقوي الأظافر، استبدليه بزيت الزيتون. في الليل قبل النوم قومي بنقع أظافرك بهذا الشكل في الزيت اللي نقعنا فيه الليمون، وقومي بعملية التدليك، دلكي أظافرك بهذا الشكل لمدة 10 دقائق. هذا الشكل، دلكي أظافرك جيدا. نقيع زيت الجوجوبا قلت وشرائح الليمون، ويمكن استبدال زيت الجوجوبا بزيت الزيتون، متوفر في كل بيت. انقعيهم ونامي بهم للصباح. بالنسبة لطريقة الزيت تكرر يوميا. نقيع الزيت وشرائح الليمون، تركيهم في الثلاجة بهذا الشكل، ما راح يفسد. وانقعي أظافرك يوميا قبل النوم. ممكن انك تستخدميها كعادة، لا مشكلة منها، يعني ليس لها وقت محدد. تقوي الأظافر وتعطي اللمعة وتقوم بتطويل الأظافر. بالنسبة لطريقة معجون الأسنان قلت مرة واحدة فقط في الأسبوع تكون كافية. إن شاء الله تكون الوصفة عجبتكم. اللي طلبوها مني إن شاء الله يشوفوا الفيديو وينال إعجابهم ورضاهم. لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو لتعم فائدة، والاشتراك في القناة يحفزني على إعطاء كل ما هو جديد ومفيد. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.